صباح الفل والخير والجمال على كل مشاهدي النهار وانو النهار اليوم. بنبدا مع بعض دايما كده من دلوقتي ولحد الساعه 10 بتوقيت القاهره علشان نصبح على بعض. يلا بينا كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تبتدي تصحصح معانا. هاشتاج نهار جديد على تويتر والفان بيج نهار جديد بالعربي بالفرانكو عرب والنهار العامه الصفحه الكبيره اللي عليها اكتر من 8 مليون وكمان ارقام التليفونات رقم الرسائل. يلا بينا كده صحصحوا معانا وخليكم مصحصحين بنتكلم في كل الحاجات اللي بتهم يعني معظم اللي بيتفرج علينا. امبارح طبعا كان في ماتش منتخب مصر والكونغو. مصر كسبت ايوه والله وعملوها الرجاله الحمد لله يعني الف الف مبروك للمنتخب المصري. يمكن الفرحه لسه الناس مش عارفه تفرح ولا ما تفرحش. طب بس احنا يعني عملنا حاجه كويسه بس احنا بنخاف من الفرحه لان احنا كل مره نفرح ونقول يلا خلاص احنا مكملين يلا هندوس يلا هنكمل يلا هندخل كاس العالم وتلاقي فجاه بننسحب بهدوء. فان شاء الله ان شاء الله يعني ايه نكمل على خير. احنا كده تقريبا خدنا 3 نقط الكره يعني معلوماتي الكرويه على قد قوي بس يعني احنا كده خدنا 3 نقط ان شاء الله نكمل. والماتش الجاي المفروض هيكون بعد غانا تقريبا بعد شهر ان شاء الله ان شاء الله نكسر الدنيا هيكون في القاهره ف هنبهدلهم هنقطع الدنيا. ده بمناسبه المنتخب امبارح كمان عدى اليوم على خير الحمد لله رب العالمين ما كانش فيه اي مشاكل امنيه يعني ما كانش فيه اي مشاكل اي حاجه تخوف. المؤتمر عدى على خير الاحتفال ب 150 سنه على الحياه النيابيه كان احتفال عالمي وفود من الوطن العربي من الدول الافريقيه كان فيه وفود اوروبيه كمان واحنا كنا امبارح موجودين معاكم من اول البرنامج ولغايه ما بعد البرنامج كنا بنغطي. امبارح كمان كان فيه حاجه مهمه جدا او النهاردة الصبح كان في المناظرة التانية ما بين دونالد ترامب وما بين هيلاري كلينتون يعني ما شفتهاش بس ابرز الحاجات اللي كانت موجودة هي كانت طبعا التغطية كانت موجودة على النهار اليوم كانت اهمها يعني ان بيقال ان دونالد ترامب اتحسن شويه في الكلام او يعني بدا ان هو ايه يمسك زمام الامور اكتر. فبرضو الله اعلم الايام اللي جايه فيها ايه. في مناظره ثالثه المفروض هتكون في خلال الاسبوعين اللي جايين دي المناظره الثالثه والاخيره ما بينهم هما الاثنين عشان في الاخر حد ان شاء الله بقى هو اللي هيكسب يا ترى مين هيكون رئيس الولايات المتحده الامريكيه. كل دي حاجات معظم الحاجات يعني اللي حصلت امبارح لكن النهارده خلينا نتكلم في حاجه كده نقعد ندردش فيها شويه. يكون طبعا موجود معنا ان شاء الله ان شاء الله نحاول نتواصل مع اسماء مصطفى كده من شرم الشيخ ونشوف كمان المظاهر اليوم النهارده عامله ازاي بس خلينا نقعد ندردش كده مع بعض. والتليفونات بتاعتكم مهمه جدا معايا دلوقتي. احنا بنتكلم دايما كده عن الشباب وبنلاحظ ان المظهر بياخد من وقتهم واهتماماتهم كتير قوي والشباب هنا المقصود بيها ولاد وبنات عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه او نفتكر مثلا ان احنا بنتكلم عن البنات بس لا الشباب ليهم اهتمامات بالشكل وبالمظهر واللبس وقصة الشعر لكن مهما الولد من دول عمل اللي يعني اللي يقدر عليه عمره ما هيكسر الرقم القياسي لاقل واحده ست في المجال ده. انتوا متخيلين ان اننا مثلا هنمشي ورا الاشاعه المغرضه اللي بتقول ان الستات بتاخر اي خروجه بسبب الاهتمام بالمظهر قدام المرايه ماشي طبعا ده مش صحيح لان الست بتخرج في وقت مناسب وبتوصل في معاها يعني بشكل مظبوط جدا لانها بتبدا تلبس قبل الخروجه مثلا بيومين لكن الرقم القياسي اللي بيعتبر التحدي يعني كده على المشي يعني الشباب بيقفوا يحطوا جل ويرسموا السبايكي كان في موضه من فتره كده اللي هي سبايكي اللي هو لما كان بالبلدي كده نقول انت مالك يا ابني في حد كهربك انت متكهرب كده ليه اللي هو الشعر الواقف ده. فالشعر الواقف ده كان ساعتها الموضه بتاعته هو لغايه دلوقتي موجود بس قل بشكل كبير قوي. كان ساعتها الموضه بتاعته ان انت بالجل بتعمل شعرك كده وكنت تعمل كل شويه شعر تبتدي توقفهم. شطاره الشاب عن التاني ان هو يقدر يوقف اكبر جزء من الشعر ويقدر يقلل المسافات ما بين يعني بدل ما يمسك جزء من الشعر يمسك شعرايه يعني يوقف شعرايه. كان بيبقى شكله غريب جدا. او الكيرلي بقى بالنسبه للبنات او تعمل القصه بتاعت الاسطوره. القصه برضه بتاعت الاسطوره دي من القصات اللي ماشيه اليومين دول بشكل كبير قوي. بيخلصوا كل ده ويرجعوا قبل الست بتعمل تيست بقى على الهدوم المرشحه للخروج لانها بتهتم بالموضه جدا 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 لان الست عندها مراحل كبيره جدا جدا في الخروجه. الخروجه بالنسبه لها مراحل. اول حاجه لازم تعرف هتلبس ايه ولازم لو هي متجوزه فلازم جوزها يشجعها على اللبس اللي هي لابساه ولازم يقول لها الكلمه اللي بتدور في دماغها. ما ينفعش مثلا تقول له ايه رايك في ده يا حبيبي ده حلو ده مناسب فما ينفعش ان هو يقول لها اه حلو ومناسب بس ويقطم. لا
لازم ده حلو ومناسب، ده هياكل منك حته، الله ده كانه مرسوم عليكي. دي شيماء بنت خالتك لما لبسته ما كانش حلو كده، ازاي انت اموره، ازاي انت جميل، لازم يقعد يعظم فيها بشكل كبير جدا. ولو هو مش عاجبها وانت قلت لها كل الكلام اللي احنا قلناه في الاول ده، هتبتدي تحس ان انت بتقول لها اي كلام، لكن لو هو عاجبها هتبتدي تتقبل الكلام بشكل لطيف جدا. ده مرحله التست، مرحله الاختبار. بعد كده تبتدي تقلع ده، تبتدي بقى تظبط نفسها علشان خاطر تبتدي تلبس، وبتيجي مرحله الميك اب والشعر. ولو مش الميك اب والشعر، فبتيجي مرحله الظبطه بتاعت التحجيبه، لان برضه ظبطه التحجيبه دي هو اي حد يظبط التحجيبه؟ انت هتقول لي حجابه نحطه كده وخلاص؟ لا، لازم نظبط التحجيبه. ويا سلام بقى لو هي عامله رابطه اسبانيش، تقعد تظبط في الاسبانشايه دي نص ساعة لغاية لما تظبطها، فطبعا بيبقى الموضوع ممل جدا. ده ليه؟ لأن هي عايزة تمشي على الموضة. الموضة بتتطور بشكل كبير جدا، وإحنا مهم إن إحنا نجاري الموضة، نشوف الموضة ماشية لحد فين، وناخد منها الحلو، ناخد منها المناسب بالنسبة لنا. يعني الموضوع ده اللي هنتكلم فيه وندردش فيه كده النهاردة، وآخر خطوط الموضة في الستينات والسبعينات وتطورها كانت بتتطور عاملة إزاي. يمكن إحنا كنا في الاحتفال الخاص بمرور 43 سنة على حرب أكتوبر وانتصارات أكتوبر، خدنا من اليومين كده ساعة وقلنا تعالى نتكلم عن الموضة، والموضة في فترة السبعينات كانت عاملة إزاي. الموضة في فترة السبعينات غنية جدا، عندهم حاجات كانت مهمة قوي 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 في السبعينات، ومنها طبعا الأشهر اللي هو البنطلون رجل الفيل، اللي هو كان البنطلون اللي بيتسمى التشارلستون. كان أشهر طبعا نجوم الفترة هو الفنان محمود ياسين والفنان نور الشريف الله يرحمه، بس يمكن يتفوق عليهم كلهم في الموضة. ده كان نجم الجيل، ده نجم الجيل وقتها كان الفنان محمود ياسين. كان عنده حاجتين مميزين جدا في لبسه، وهي اول حاجه البنطلون اللي هو رجل الفيل اللي هو بيبقى ماشي كده مدلدل، ده كان بيستخدم لان هو بيخبي الجزمه، يعني انت ممكن ما تكونش لابس جزمه، وبعدين ساعات بتبقى ماشي على الارض مش حاسس ان انت لابس حاجه، لان انت بتبقى عامل زي انك ملاك طاير. ليه؟ لان الجزمه عينيها ما بتبقاش باينه من البنطلون، البنطلون بيبقى مغطيها تماما. ده غير ان البنطلون ده بيلم وسخه من الارض بقى طول الوقت. في كمان الحاجه المميزه الثانيه، وهي الياقه. الياقه كانت بتبقى بتدفي الصدر كده لحد تحت، بتبقى تقيله جدا، بتبقى واصله لحد تحت، وكل ما الياقه كبرت كل ما انت كده تبقى برنس الموضه. كان في قميص في الوقت ده مهم جدا، اللي هو القميص اللي بيتوصل لغايه تحت وبيتعمل بكبسوله. ده برضو ما تفهمش القميص ده كان معمول ازاي، كان برضو من القمصان الغريبة. احنا معانا نموذج للسبعينات بس بشكل ساركاستيك شوية او شكله مختلف شوية، بس قبل ما نشوفه خلينا معانا يحيى على التليفون. ازيك يا يحيى؟ صباح الخير يا يحيى. صباح الفل، عامل ايه؟ الحمد لله باشا، اخبارك؟ كله تمام مية مية. اليوم عامل ازاي النهاردة؟ الجو جميل جدا 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 جدا. انت منين اصلا؟ جمص. انا قاعد اقول لك من جمص يا عم خالد. من جمص يا عم، افتكرت كل يوم. امبارح كان الجو عندنا مغيم جامد، بس الحمد لله ظبط. لا انا مغيم ولا حاجه، انا الجو هنا جميل جدا. طب الحمد لله يا رب دايما. قول لي بقى، انت من انهي جيل، من انهي موضه، بتحب انهي موضه اكتر يعني؟ خلاص، انا الاسطوره. منين؟ الاسطوره. الاسطوره، بتحب قصه الاسطوره؟ انا عامل قصه الاسطوره بس مش حالق زيرو. امال حالقها ازاي؟ لا، الحلقة طبيعية عادي وكل حاجة، بس دقنة الأسطورة. عامل دقن الأسطورة اللي هي اللي هي الرش، ولا عاملها بال لا يا باشا، طبيعي يا باشا. طبيعي. طب انت شايف ان احنا صح ان احنا نجري ورا الموضة يا يحيى، ولا نشوف الحاجة المناسبة لينا؟ افرض مثلا الدقن دي مش لايقة عليك. لا، هي لايقة، يعني لايقة لايقة لايقة. انت روش يعني في المنطقة، يعني مكسر الدنيا انت. ها يحيى؟ ايوه معاك. بقول لك انت روش بيها، يعني شكلها مناسب بالنسبه لك. شكلها جميل. طب في فتره الستينات والسبعينات والثمانينات وما قبل بقى الطربوش والكلام ده كله، انت حاسس ايه الحاجه الحلوه اللي احنا ممكن نرجعها تاني؟ يعني هل مثلا البنطلون رجل الفيل ده نرجعه تاني؟ هل الياقه الكبيره؟ هل الطربوش؟ رد عليا يا يحيى. يحيى معاك. هقول انا سالت. ماشي. اعمل ايه؟ ايام زمان دي كانت ايام يعني البنطلون الواسع اللي مداري الجزمه ده كانت ايام وعدت عن البنطلون، ان ما بقاش مشدود على الواحد شده من نار ما يلبسوش.
لو بقى مهوس سنتي بيتخانق منه. لازم يبقى ضيق قوي صح؟ ايوه. لا بقول لك ايه، الشده اللي هي ما يبقاش البنطلون اللي هو. هو لغويا، لغويا هي منطلون ولا بنطلون؟ بنطلون. امال انت ليه قلت منطلون؟ لا هي جت معايا كده بقى. ماشي يا عم يحيى، صباحك زي الفل ويومك جميل ان شاء الله. صباح الفل عليك. خلينا نبص كده على الفتره بتاعت السبعينات، بس بشكل زي ما قلنا كده بشكل ساخر شويه، لما اتعمل في فيلم من الافلام المشهوره جدا سمير وشهير وبهير، لما كانوا في فتره السبعينات كان لبسهم عامل ازاي، وركز جدا كمان في تسريحه الشعر. خلينا نشوف الجزء ده ونرجع نكمل مع بعض النهار جديد. انت مركز في والشعر كان عامل ازاي؟ الشعر اللي هو تحس ان هو كريح حريمي على الرجال، ما تبقاش فاهم هو الشعر معمول ازاي. كان استشوار مهم قوي، هو لازم يظبط الشعر كده، كانوا بيتعبوا قوي زمان بصراحه. كان في طبعا الموضه الشهيره موضه الافرو، موضه الشعر الافرو اللي هو الشعر يبقى الكبير جدا. معلم حسن شحاته بقى، محمود الخطيب، كانت دي الموضه بتاعت لعيبه الكوره اللي كان ناس كتيره جدا بتجري ورا الموضه دي. دلوقتي لما تلاقي حد بيجري ورا الموضه تقول لك يا عم ما ينفعش كده يا جماعه تجروا ورا الموضه، مش اي حاجه نجري وراها. لا احنا من زمان بنجري ورا الموضه، ده العادي بتاعنا. معانا رضا من الجيزه، ازيك يا رضا؟ صباح الفل والعسل والجمال عليك. احلى مذيع في العالم كله، ربنا يكرمك. الله يخليك. قول لي بقى، من ايام ما كنت في الراديو بتيجي الساعه 7 الصبح. مظبوط، انت متابع كويس بشكل كويس جدا، ربنا يخليك. ربنا يكرمك وبحبك جدا. الله يخليك. بس حكايه الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه مش حلو. طب قول لي انت عايز تقول يعني ما يجيش واحد، انا ما اعملش مثلا واحد بيعمل مسلسل والناس كلها بتشابه بيه. فلا لا، في حاجات احسن من كده ممكن نتكلم يعني فيها. انت بتتكلم ان الموضه مش، ما ينفعش ان انا، طب ما احنا بنقول اهو دلوقتي، ما احنا بنتكلم في الموضوع. أيوة علشان ما ينفعش يعني ان انت مثلا تبقى بتشوف حاجه في التلفزيون وتقلدها، احنا بنتكلم بالضبط. ان احنا نصحح بقى بالضبط. يبقى يعني مهم الكلام. اوكي ماشي. يعني مثلا محمد رمضان عامل الاسطوره، انا ماله مال الاسطوره؟ ده مسلسل وحاجه من الخيال وحاجه مش من يبقى احنا بقى، يبقى احنا دورنا ان احنا نتكلم ونقول زي ما احنا قلنا في اول الحلقه. قلنا ايه؟ قلنا ان الموضه موجوده في كل حته، وانت بتشوف حاجات كتيره جدا وعالميا. على فكره الموضه دلوقتي بقت شكلها غريب قوي، ممكن اوريك شويه صور غريبه جدا، بس انت بتاخد الحاجات المناسبه لثقافتك ولتعليمك ولعاداتك وتقاليدك والكلام ده كله. فاحنا مهم ان احنا نتكلم في حاجه زي كده، بالعكس صح ولا لا؟ صباح الفل عليك يا عم رضا، صباح الفل عليك. طيب محمود من الاقصر، صباح الفل عليك يا محمود. صباح الفل يا باشا. صباح الفل، ازيك؟ اخبار سعادتك؟ اخبار سعادتك، انت ايه؟ كله تمام بخير الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. الحمد لله، لك الحمد والشكر يا رب. اتفضل اتفضل. هتكلم في الحلقه بتاع حضرتك النهارده. بالنسبه للموضه يعني حاليا احنا بنرجع لورا. اللي هي بتبقى المميزه كمصريين. يعني قصة الشعر لبسنا بيبقى معقول، يعني السبعينات والثمانينات كانت برضو يعني فيها، تحس فيها أنوثة شوية. أنوثة بالنسبة للست يعني؟ لا برضو لبس الراجل، يعني الشعر الطويل وكده. انت بتتكلم ان الفترة دي كانت يعني تحس ان اللبس مايع شوية بالنسبة للرجالة كمان. يعني حاليا دوك يعني الحمد لله يعني في هو يعني مش كل بس احنا برضو للاسف بيبقى عندنا بعض النماذج دلوقتي، البنطلونات اللي هي بتبقى ضيقه قوي قوي قوي، والبنطلونات المسقطه دي برضو بيبقى شكلها مش لطيف خالص. المقطعه والحكاوي دي بس هتاخد فترتها، مش هتدوم. طب انت اصلا انت عديت على فتره السبعينات اصلا، يعني فتره السبعينات انت عديت عليها، انت شايف ان الفتره دي كانت فتره مهمه جدا في اللبس؟ انت اكيد لبست اللبس اللي انت مش عاجبك صح؟ ولا انت كنت تلبس حاجه تانية؟ لا هو انا يعني انا من ساعه ما اتولدت حضرتك كانت سني 59 سنه. ربنا يديك الصحه. لا غيرت تسريحه شعري او لبسي خالص خالص. بتلبس ايه من ساعتها؟ طب اللبس كده انشرح لي يعني كده. انا اللبس. كنت انا في مجال السياحه 26 سنه او اكتر من كده بكتير. ربنا يديك الصحه. واخد بال حضرتك؟ عمري ما يعني انا ببص في المرايه بشوف نفسي.
فعلى طول محافظ على شكل معين ومهندم بشكل معين، ما بتروحش للموضه يعني، مش مثلا لا 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 الموضه السنه دي ان انا البس مش عارف تيشرت عامل ازاي البسه، لا انا لا انا لا خلاص انا محافظ على شكلي كده. يعني اهم حاجه يبقى البني ادم مظهره شيك ماشي مقبول الحاجات دي. وكلامك مظبوط جدا، صباحك زي الفل. ماشي، زي ما الموضه مهمه لكتير من الناس، في ناس بتتعامل معاها لانها حاجه ملهاش اي 30 لازمه، زي مثلا حاج محمد اللي كلمنا من شويه. رغم ان الاثنين بيلبسوا احدث صيحات الموضه سواء كانوا ملاحظين ومتابعين يعني او لا، لان الموضه بتتغير على طول، طول الوقت الموضه بتتغير وبتكرر نفسها في اشكال مختلفه. يعني مثلا كنت مع الموضه او لا، فلازم تبقى متاكد ان الموضه بتجي وراك زي ظلك، وان دولابك ما بيخلاش من بنطلون او قميص بيناسب موضه السنه دي او حتى السنه اللي جايه على اعتبار ما سيكون يعني. وده شجعنا ان احنا نعمل زي اباطره الموضه في العالم، رغم وبما ان يعني الفريزاتشي مات، وزي ما في فيلم كاجولو، ودي كانت واحده من الاغاني اللي اتعملت لفكره الشخص اللي عايز يبقى على خطوط الموضه وبيحاول ياخد اللي هو مناسب بالنسبه له. خد بالك في الفيلم ده في رساله مهمه جدا، فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، ان ما ينفعش ان انت تبقى ماشي على اللي الناس ماشيه عليه وخلاص، لا، لو هو مش مناسب عليك وهو مش لايق عليك انت مش هتلبسه، انت هتلبسه، هتلبس الحاجة اللي انت عملتها غلط دي، لازم تبقى حاجة مناسبة ليك جدا، وتبقى شكلك وتبقى شبهك وتبقى لايقة على عاداتك وتقاليدك. ويمكن ده التليفون اللي اتكلم من شوية قالك انا مش شايف مثلا تسريحة الاسطورة حلو، ماشي، بس في ناس تانية شايفة انها حلوة، انت بقى تقول له دي لايقة على شكلك ولا مش لايقة على شكلك؟ لو لايقة على شكلك اعملها، اتبسط، مش هتأثر خالص، ما فيهاش اي مشكلة. لو مش لايقة على شكلك يبقى شكلها وحش، لا ما تعملهاش، تشجعه ان هو ما يعملهاش. خلينا نشوف الاغنيه بتاعت كاجولو، ودي كانت من الاغاني المهمه جدا في الفتره دي اللي ليها علاقه بقى بالكاجواله وتغيير الشكل. خلينا نشوفها ونرجع نكمل نهار جديد. امريكو او 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 او. لو جيت ركزت في الاغنيه دي من اولها لغايه اخرها، بلبس الولاد بلبس البنات، هتيجي تبص دلوقتي تقول ايه ده، هم كانوا بيلبسوا كده؟ احنا كنا بنلبس كده. احنا كان شكلنا كده. امبارح كان في التلفزيون فيلم اسمه الحب الاول. الحب الاول ده كان مصطفى قمر، وكان تقريبا مين تاني معاه، كان هاني رمزي وطارق لطفي ومنى زكي وحنان ترك. فيلم تشكيله كده يعني، نجوم الجيل ده يعني كان متجمعين في فيلم واحد. فبتتفرج على شكل التمثيل، هما كانوا بيمثلوا كده. انا حضرت الفيلم يعني، انا كنت صغير وقتها، اللي هو يعني اقدر اتفرج على الفيلم يعني وافهمه. فاحنا كنا بنتفرج على الشكل ده من الـ من الـ من التمثيل، كانوا هما بيمثلوا بالشكل ده، كانوا هما كمان بيلبسوا اللبس ده. اللبس ده كان عادي وقتها، دلوقتي لو حد لبس اللبس اللي هما كانوا لابسينه في الفيلم الحب الاول ده هنقعد نتريق عليه تريقه يعني مش طبيعيه. هي دي الفكره، هي كل فتره ليها الحلو وليها الوحش وليها الكويس، وفي حاجات بتلاقيها بتموت مع الوقت تلاقيها ما بتكملش، وفي حاجات تلاقيها بتكمل. اللي بتكمل ده اللي هو اصلا مبني على اساس صح، مبني على اساس سليم، لكن الحاجات اللي هي الهشه دي خلاص هتلاقيها بتاخد وقتها وتاخد موضتها تنتهي بشكل كبير جدا. مش عايز نشبه حاجات، بس مثلا عندنا من الاشكال المهمه جدا في المزيكا، مثلا المزيكا بتاعت الفنان شعبان عبد الرحيم. مثلا ظهر شعبان عبد الرحيم قال لك بس هو اللي جاي. بيعمل ايه شعبان عبد الرحيم؟ كان بيقول الجمله وبعديها ايه، خلصت، والراجل قال لك ده بس، ده مكسر الدنيا. فين دلوقتي الفنان شعبان عبد الرحيم؟ خلاص هو خد المكان بتاعه الطبيعي، خد الشهره بتاعته الطبيعيه، بعد كده خلاص بدا يبقى الموضه دي تنتهي، بدات موضه الايه تنتهي، بدا يبقى عندنا موضه تانية. دلوقتي مثلا الناس بتتضايق قوي من اغاني المهرجانات، مثلا اغاني المهرجان هي موضه وهتلاقيها خلاص بتروح، كانت من سنتين عامله ازاي دلوقتي عامله ازاي، كمان سنتين هتبقى عامله ازاي، علشان هيظهر حاجه تانية الناس تنتقدها. كان زمان في اغنيه للمونولوجيست اسمها اللي شرط تعينه بتجنن، اقول له لا يقول لي يحنن، يجنن يحنن. كان في دي كانت اغنيه كانت اتمنعت اذاعتها على الراديو، قال لك لا دي اغنيه من الاغاني. وده كان الكلام ده فين؟ في الثمانينات واوائل التسعينات، يعني في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. والاغنيه دي قال لك لا دي ما تنفعش وبتاع. فكل فتره ليها الحاجات اللي هي الموضه الغير مقبوله للبعض ومقبوله جدا للبعض،
بس انت دورك بقى ان انت تقول له لا دي تنفع لا دي ما تنفعش لا ظبط هنا لا خلي الامور تبقى ماشيه. ما ينفعش يبقى كل حاجه عاجباك في العالم. مستحيل مستحيل ان انت تتبسط بكل يعني مستحيل ان انت تنزل في الشارع. خد بالك ما الناس نسب برضو يعني مستحيل ان انت تنزل في الشارع تقول الله الاسعار جميله الله البلد جميله الله الحكومه حلوه الله. مش هينفع مش هينفع تبقى ماشي بتشكر في كل حاجه. ومش هينفع برضو كل ما تنزل من الشارع الله الاسعار زي الزفت الله الحكومه مغلبانه الله. لا ما ينفعش برضو. لازم تبقى انت شخص بالانسد كده عندك حته توازن في الحياه. في حاجه بتعجبك وفي حاجه ما بتعجبكش. لان انت لو شخص عاجبك كل حاجه فانت كده شخص مش فاهم حاجه. استحاله تبقى كل حاجه عاجباك مستحيل. لو انت شخص مش عاجبك اي حاجه فانت كده شخص ناقم على الحياه ويعني يعني خلاص انت بتقرب على مرحله الانتحار. لان انت ما ينفعش تبقى مش عاجبك كل حاجه. لازم يبقى في حاجه بتعجبك وفي حاجات ما بتعجبكش. ده الطبيعي بتاع البني ادمين العاديين جدا. كان في فيلسوف كده انجليزي سالوه قالوا له هو الشخص الغني اللي معاه فلوس كتير هو اللي بيتبسط؟ قال لك لا المليونير او الملياردير مش هو الشخص اللي معاه فلوس مش هو الشخص اللي معاه فلوس كتير. المليونير او الملياردير هو الشخص اللي بيعامل نفسه وبيعامل الاخرين على انه مليونير وملياردير وممكن ما يكونش في جيبه 3 جنيه. بمعنى ايه؟ انت بتتعامل وبتصرف ومبسوط كانك مليونير. مش لازم يبقى معاك الفلوس دي عشان تبقى بتصرفها عشان خاطر بتبقى بتضيعها وهكذا يعني. الخيال حلو خيال حلو وجميل. المفروض كلنا نتصور شكلنا في موضه قديمه كده لو هترجع مره ثانيه. ما حدش ضامن المستقبل. لازم نبقى مستعدين ان احنا نتعود على الحاجات اللي جايه. يعني مثلا ممكن نبقى متحمسين جدا لزمن الاربعينات والخمسينات وشايفين مصر قد ايه كانت جميله في الفتره دي. ممكن نبقى متخيلين نفسنا في موضه البدل ام ديل طويل اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اللي هي الموديل طويل من ورا دي اللي تبقى غريبه شويه زي اللي مثلا اللي كان بيلبسها انور وجدي مع فيروز دي في فتره الخمسينات في فيلم دهب. عارف البدله اللي هي كان ظهرت في توم اند جيري وتجيب شعرك على جنب كده شنب رفيع مش باين وتبقى فيه تبقى زعيم عصابه رغم ان الشباب يعني مش محتاج قوي الشكل ده بس تبقى تخيل متخيل نفسك ممكن يبقى عامل ازاي. مش هيبقى لايق خالص برغم ان ده كان وقتها ده برنس انور وجدي. طب انور وجدي ده كان موضوع. انت تخيل دلوقتي نفسك شكل انور وجدي لا مش لاقي ما تمشيش. الموضه في منها الحلو وفي منها الوحش. نرجع نتكلم عن الموضه. مهم بقى جدا الارقام التليفون كلمونا عليه علشان ناخد تليفونات لما نرجع. كمان الهاشتاج نهار جديد والفان بيج نهار جديد بالعربي وبالفرانكو عرب. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. نهار جديد صباحك زي الفل. على النهار وانا النهار اليوم قبل ما ندخل ونكمل تفاصيل الموضه والكلام في الموضه والرغي في الموضه لان الكلام ده ما بيخلص خلينا نشوف الاخبار الموجوده النهارده. النهارده هيبدا البرلمان الافريقي اجتماعه بمشاركه برلمانات اكتر من 50 دوله افريقيه بمدينه شرم الشيخ. هيعقد جلسه مشتركه ما بين البرلمان المصري والبرلمان الافريقي في اطار تدعيم العلاقات العربيه الافريقيه. كمان هيعقد المركز القومي للبحوث ورشه عمل بالتعاون مع مكتب معلومات التكنولوجيا الحيويه بمصر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابعة لجامعة الدول العربية. كمان هينظم المركز المصري في الدواء مؤتمر صحفيا الاثنين للإعلان عن صيدلية الشعب. هيطرح فيها رؤيته لبداية آلاف من الصيدليات في إعادة العمل بالتركيبات الدوائية اللي اختفت بسبب ممارسات الشركات واللي بيتم العمل بيها في معظم العالم مما يوفر ملايين الدولارات على الدولة والعودة لتصنيع الأدوية بأيادي مصرية. ده طبعا هيكون عونا للمريض المصري في الآخر. بداية فعاليات كمان المؤتمر الخاص للتنمية الزراعية المستدامة في مصر واللي هتنظمه الكلية برعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وده هيكون النهاردة إن شاء الله صباحا. كمان هيعقد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة اجتماعه الشهري برئاسة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة وده هيكون بديوان عام المحافظة بحضور نوابه وجميع رؤساء الأحياء والمراكز ومديري المحافظة لمناقشة خطط المحافظة في الفترة القادمة والعديد من القضايا بالمحافظة خاصة النظافة وتجديد الرقابة على الأسواق.
كمان هتنظم اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الفرنسية ندوة حول البرامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل القطاع الزراعي في مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، وده هيكون بفايدة بتتراوح ما بين 5% إلى مش واضح النسبة، بالنسبة لي هتبدأ من 5%. هتعلن وزارة التضامن عن تعاقدها مع باقي فرق الشارع التابعة لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، واللي بتنفذه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتمويل قدره 164,000 جنيه. أكيد مش 164 جنيه، والنبي تظبطوا لي الكلام لأن أنا كده الكلام مش واضح خالص بالنسبة لي، يعني لازم أقولها لك عشان أنا كده باين يعني الكلام مش واضح على قدامي. هيفتتح كمان الكاتب الصحفي حلمي النملم وزير الثقافة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، واللي بينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة. ده هيكون بكرة يعني النهاردة إن شاء الله بساحة الهناجر. كمان هينظم دار إبداع للنشر والتوزيع حفل توقيع ديوان أموت ليظل اسمها سرا، أحدث أعمال سيد العديسي، وده هيكون في الساعة 7 مساء إن شاء الله بمقر الدار في وسط البلد. هيعرض مركز القاهرة للرأس المعاصر مع زاوية فيلم الطريق العمودي من تصميم وإخراج الفنان أكرم خان الساعة 7 مساء. كمان السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لمدة 4 أيام متواصلة لعبور جميع الحالات الإنسانية في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات ومواد البناء لقطاع غزة وعودة العالقين بالجانب المصري. هيطرح النهاردة البنك المركزي سندات خزانة حكومية بقيمة 1,350,000,000 جنيه، وهتبلغ قيمة الطرح الأول 1,000,000,000 جنيه لأجل 5,000,000,000 جنيه، تبلغ قيمة الطرح الثاني 250,000,000 جنيه، ده علشان يبقى 10 سنوات. أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبد العزيز الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن ملتقى توظيف الشباب النهاردة بنادي متوبس بمحافظة كفر الشيخ الساعة 10:30 صباحا. النهاردة كمان وزارة الموارد والري هتشن ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر، وده هيكون بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية. دي كانت الأخبار بتاعتنا بشكل سريع. ماشي، طيب نرجع نكمل كلام عن الموضة وكل المشاكل الخاصة بالموضة. خلينا نبص كده على تويتر ونبص على الفان بيج سريعا. طيب في إسلام بيقول لي بص أنا والله نفسي حاجات كتيرة جدا من الجميلة دي ترجع لنا مرة تانية، حتى البنطلون ما يتقطعش. البنطلون دلوقتي البنطلون ياخد شهر ويتقطع، البنطلون غريب. لا على فكرة كانت البنطلونات زمان بتتقطع برضو، هو القماش كان نوعية القماش الماتيريال كان فيه اهتمام بيه أكتر، وده كان بيرجعك للصناعة المصرية، والصناعة المصرية قد إيه بسبب عدم وجودها، فبقى المنتج المستورد مش زي ما الناس فاكرة، هو ممكن يكون تصميمه حلو وجميل وكل حاجة لكن هو الماتيريال بتاعته وحشة جدا. طيب فهمي بيقول لي انا كنت لو كنت زمان يعني انا كنت هبقى شكل الفنان حمدي الوزير. طيب قبل ما نروح لفهمي وقبل ما نروح لكل الناس اللي كاتبه على تويتر، خلينا نبص كمان على حاله الجو النهارده. النهارده خبراء هيئه الارصاد الجويه بيتوقعوا ارتفاع طفيف في درجات الحراره، والطقس هيكون حار على الوجه البحري، شديد الحراره في الصعيد نهارا وبارد ليلا، وهتقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا على الوجه البحري والقاهره ومدن القناه، وهتظهر كمان السحب المنخفضه والمتوسطه على السواحل الشرقيه وسيناء، ورياح اغلبها شماليه غربيه بتنشط جنوبا على خليج السويس والبحر الاحمر. ودرجات الحراره خلينا نبص عليها كده سريعا. درجات الحراره النهارده في القاهره هي 33-20، اسكندريه 29-21، اسماعيليه 32-20، بورسعيد 26-24، والسويس 32-20. كمان الغردقه هي 32-27، شرم الشيخ 31-26، مرسى مطروح 27-21، الاقصر 36-18، اسوان 36-22. كمان الرياض 34-21، دبي 36-28، عمان 30-20، بيروت 25-20، وتونس 26-20، واشنطن 15-7، موسكو 4
2 لندن 13/7 باريس 14/4 وروما 21/14. دي درجات الحراره كده بشكل سريع. اما عن الحاله المروريه فان شاء الله يكون برضو الحاله المروريه النهارده احسن بكتير، وهيكون ان شاء الله كمان شويه صغيرين معانا زميلتنا هاله من الاداره العامه للمرور تطمنا كده على الحاله المروريه النهارده ايه. النهارده الاثنين ويوم متوقع ان هو يكون زحمه، برغم ان امبارح انا حاسس لما نزلت يعني كان شكل الشوارع زحمه اكتر، بس هيبان يعني هنعرف من الاداره العامه للمرور تفاصيل اكتر. خلينا نبص بقى نرجع تاني لقصه الموضه. مريم داغر بتقولي لا انا مش بلحق اجيب اللبس الجديد، وبعدها بكام يوم الاقي الموضه راحت. ايه عصر السرعه ده؟ تصدق انا نفسي اجرب موضوع رجل الفيل ده. كانت للبنات وقتها، بس كانت اكبر بكتير، يعني كان بينزل البنطلون كبير. طبعا انا ما عشتش الفتره بس من خلال المشاهدات. يعني في كمان ايهاب صباح الفل عليك. في كمان احمد غانم بيقول لي صباح الفل يا عم خالد، صباحك بيضحك، صباح الفل. احمد جيمي بيقول لي صباح الفل يا خلود، صباح جديد على مصر، ربنا يحفظها، بكلمك من الكويت. ومناسبه الشعر انا اصلا اقرع ولسه عندي 24 سنه، ربنا يعني يديك الصحه وحلو، يعني حاول تاخد الموضوع تبقى روش، يعني يقول ان القرعه دي بالنسبه لي بقت حاجه فيها روشنه. معانا رجب، ازيك يا عم رجب؟ يا حبيبي يا خالد، صباح الفل عليك، مبروك علينا هنوصل كاس العالم والله ان شاء الله باذن الله. تفتكر هنوصل السنه دي ان شاء الله؟ هقول لك حاجه يا استاذ خالد، قول لي، طالما الدول الغربيه تنكشنا بحاجه كده تبص ربنا بيكرمنا في اولها على طول. الحمد لله، الماتش الجاي هيكون في مصر هنا والله العظيم، هنوصل باذن الله، هنوصل وهناخد كاس العالم باذن الله ان شاء الله باذن الله. انت الماتش الجاي هتيجي تروح الاستاد؟ مين؟ انت الماتش انا باذن الله اي ماتشات لمصر لازم احضرها. هتيجي وعد تيجي القاهره تحضر الماتش؟ يا استاذ خالد انا وطني يسال عليا رجال، انا وطني لازم اي ماتش لمصر لازم اعلى. يلا بيه، ولما ناخد كاس العالم بقى لازم تمسك كاس العالم بنفسك. لا ببيع اعلام انا. هتيجي انت عارف ان مصر ان شاء الله مؤهله ان هي لو ان شاء الله لو دخلت كاس العالم فهتدخل كاس العالم، فانت هتبيع اعلام واحنا كسبانين كاس العالم. عندي الاعلام انا، عندي الاعلام جايبها. هتبيعها؟ بعت امبارح لما قلت ابات. ده انت مستغل للموقف. لا بفرح. بتفرح ايه يا عم؟ انت خدتها تجاره، لو كده وزعوا ببلاش. ما هي الكوره دي هي اللي مكسب ليا وليك وكل الفلوس. صح صح صح، هي دي بتفتح مليون بيت. بس انت متوقع ان احنا ان شاء الله السنه دي مش بس هنتاهل لان تصفيات كاس العالم، لا ده احنا كمان ان شاء الله هناخد كاس العالم. عندنا شباب حلو، عندنا شباب بيلعب كوره ومن فرنسا ومن كله احنا هنعدي كل دول. شفت العيال عطشانين كوره امبارح؟ العيال عطشانين كوره، بس عايزين جمهور، عايزين نعمل حمله استاذ خالد نرجع الجمهور. الجمهور والله يا يعني كذا حد بيقابلني يقعد يقول لي على موضوع الجمهور، ان شاء الله الجمهور يرجع ان شاء الله باذن الله. بس هي انت عارف هي مساله وقت كده بس، وكل حاجه هتتظبط وكل حاجه هتتظبط. عايزين نحب بعض يا استاذ خالد، احنا بنحب بعض، انا بحبك يا عم. انت معاك فريق اعداد محترم، ما يقولكش ايه هتقول ايه هتعيش، بيخدمك بكل سهوله، بيدك لك على الخط. الحمد لله، احسن قناه النهارده واحسن برنامج بتاعك يا استاذ خالد، ربنا يكرمك. هشوفك بقى في الماتش الجاي ان شاء الله وانت معاك الاعلام. مين ده اللي جايب لك اعلام بالهبل والله؟ طب مين اللي جاب الجونين بتوع امبارح؟ الثلاث اجوان بتوع امبارح؟ هم جايبين واحد محمد صلاح. ايوه. ها؟ محمد صلاح اللي جاب الجونين؟ ايوه، اسمه ده بتاع الاهلي، اسمه ايه؟ مين؟ احسن واحد بيلعب في الاهلي. مين؟ عبد الله السعيد؟ ايوه. ماشي صباحك زي الفل يا عم رجب، صباح الفل. عم رجب راجل مصري جميل، قال لك انا نزلت استغل الموقف وبيع الاعلام. هو ده المصري لما بيفكر، قال هو راجل بيحب مصر، بيبيع الاعلام، مشجع الناس والناس اتبسطت وهو استفاد وكل حاجه وكانت زي الفل، والفرحه يعني عمت على الجميع، كله اتبسط، دي اهم حاجه. هو ما كلمنيش خالص على موضوع الموضه، ما راحش معايا في الحته بتاعه الموضه خالص. كلمني كده قول لي ايه رايك لو احنا فعلا بدانا ناخد من الموضه بتاعه زمان، حتى لو هقول لك على حاجه نرجع لعصر الطربوش كمان. يعني احنا كان عندنا المصنع بتاع الطرابيش ده حاجه مهمه جدا، فالطربوش ده انا عارف ان هو دلوقتي هيبقى شكله تريقه قوي يعني، وكل واحد بقى يقعد يتريق على الزر بتاع الطربوش التاني، لان اللي ما يعرفش زر الطربوش اللي هو شويه الفتل اللي بتبقى طالعه من الطربوش
في شويه فتر كده دي بتطلق عليها زر الطربوش. زر الطربوش لازم يبقى الطربوش مظبوط جدا، كانوا زمان حتى بنشوفها في الافلام لازم يبقى المكان اللي بره اللي هي الشماعه اللي بيعلقوا عليها البدله اول ما بيدخلوا كان فيها اماكن مخصصه للطربوش، ولازم يبقى الطربوش مفرود، ما ينفعش يبقى الطربوش متطبق، لان لو الطربوش متطبق ده يبقى شكله وحش قوي. بعدين ما ينفعش تدخل المصلحه او الشغل يعني بتاعك من غير ما تبقى لابس الطربوش، دي حاجه مهمه. تخيل كده موظفين البنوك مثلا ولا اي موظف في مصالح حكوميه بتتعامل مع المواطنين بقى مهم ان هو يبقى لابس الطربوش، الموضوع يبقى صعب جدا. المصريين جزء منهم كان بيلبس الجلاليب والجبه والقفطان والكلام ده كله، والجزء الثاني من الشباب كانوا بيلبسوا بدل عاديه جدا شبه بتاعه النهارده كده، بس كانت اوسع وفيها براح جامد شويه، وكان لازم يبقى فيه طربوش زي ما انا قلت لك من شويه. ليه الطربوش كان زي رسمي حتى للاطفال في المدارس؟ كان الطربوش الاطفال اللي هم يعني بينضجوا كده شويه مثلا عندهم 12 سنه 13 سنه بيلبس طربوش في المدرسه، يبقى لابس شورت يعني، هو عشان بس طفل اللي بيميزه عن الشخص الكبير ان هو بيبقى لابس شورت بدل البنطلون، رغم ان الطربوش هو الاصول بتاعته اصول تركيه، ومصر كانت محتله من الدوله العثمانيه في فتره من الفترات، لكن من ساعه محمد علي الالباني الاصل ما تولى حكم مصر ولحد اخر احفاده وملوك الدوله العلويه، سواء كان الملك فاروق اللي اتنازل عن الحكم او ابنه الملك احمد فؤاد اللي اتنصب بعد كده ملك وهو طفل وتحت وصايه الضباط الاحرار بعد ثوره يوليو لحد اعلان الجمهوريه، كان الطربوش هو اللي مسيطر على راس الرجاله في مصر. وتتصور برضو وهتصور زيكم بالظبط كده شكلي بالطربوش، حاجه غريبه يعني، تخيل انا طالع اقدم الحلقه وانا بالطربوش عمتم صباح. ده طبعا حاجه مهمه جدا بتحمي الدماغ من الشمس وكل حاجه، وممكن يكون حاجه صحيه، ممكن تكبس عليها من فوق كده توقف الافكار لما دماغك تبقى مشغوله. الطربوش كان ليه دلالات مختلفه، يعني تعوجه من ورا لقدام يبقى انت كده بتعاكس على طريقه عبد المنعم ابراهيم مثلا في الثلاثيه لنجيب محفوظ، اما لو عوجته من قدام لورا فده بيدي انطباع ان انت مرهق وتعبان، والراجل الجد اللي بيبقى طربوشه مستقيم واقف كده عدل لا رايح لا يمين ولا شمال، فحتى الطربوش كان في بعض الدلالات. مفيش فتره مبهجه اكتر من فتره السبعينات، حاجه كده مشجره، حاجه واسعه وضيقه في نفس ذات الوقت، فيها غزاره في كل حاجه، يعني مثلا في غزاره في الشعر اللي كان لازم يبقى على شكل خيمه كده سواء كان راجل او ست، وفي غزاره في الالوان، مستحيل مثلا تلاقي قميص او بلوزه لون واحد، ولو كان لون واحد فبتلاقيه لون فسفوري غريب كده، لون فاقع بطريقه غريبه. البنطلونات حتى الرجالي كان في منها الفوشيا والاخضر والاصفر وكانت الوان غريبه، لازم الالوان كلها تضرب في خلاط كده قبل ما تلبسها، تلبس البنطلون تلاقي فرده رجلك في الاستوديو اللي جنبك. كتر ما هي الفرده ما شاء الله كبيره جدا، على عكس من القميص بيبقى ضيق جدا جدا لدرجه كان صعب بعدها ان انت تلبسه تاني، كان عارف بيقول لك بالبلدي كده كانه بيتقشر من عليك في القالب اصلا، علشان كده فتره السبعينات ما تلاقيش فيها شاب كان بيلبس القميص مرتين او كان بيلبس بس احنا مش واخدين بالنا يعني من التوهه اللي عاملينها لنا بالالوان الكتيره دي. وبعدين في مشكله في فتره السبعينات او ميزه كمان، ان فتره السبعينات هي بدايه الفتره اللي تلونت فيها الافلام، فاحنا واخدين كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده من الافلام من الموروثات بتاعتنا في التاريخ السينما، فكل الفتره الاولى اللي هي بتاعت الستينات والاربعينات والخمسينات والثلاثينات دي فتره مش ملونه بالنسبه لنا، دي فتره ابيض واسود، فالسبعينات كانت بدايه الالوان. المهم يعني تحفظ لون القميص ازاي وهو في موف غامق عشان الاحداث، والتركواز على سيمون على كرومبي كده، وداخل فيه خط اوف وايت متطرز حلقي فاتح، الوان كانت غريبه جدا وصعب جدا ان احنا نلاقي الموضه دي شغاله بشكل كويس دلوقتي. لو الهدوم اتسرقت اصلا مش هتعرف تتعرف عليها، لان كانت شكل اللبس كان وقتها معظمه شبه بعضه، كانت الناس بتلبس حاجات قريبه جدا من بعضها، ويمكن شفنا ده في الجزء الخاص بسمير وشهير وبهير. نرجع تاني للفان بيج نشوف ناس قالت ايه. انا عجبني قوي القميص اللي هو الفستقي ده، الفستقي ده كان جامد قوي. نبص على نهار جديد بالعربي بالفرانكو عربي، هي دي اللي احنا هنقرا منها دلوقتي علشان اي حد بيكتب لنا عليها على الصوره بتاعتي انا واسماء.
يلا بينا. في سلمى بتقول لي صباح الفل يا خالد، انا بحب موضه زمان جدا ويا ريت ترجع، كانت جميله ورقيقه عن موضه دلوقتي. في اصلا حاجات منها رجعت، بس اهم حاجه ان الواحد يلبس الحاجه اللي هتليق عليه سواء في موضه دلوقتي او زمان. الله عليك يا سلمى. شريف النمر بيقول لي اوكي شكرا يا شريف وبشكرك جدا. في كمان فكري توفيق محمد بيقول لي صباح الفل يا خلود، بصبح على اسره البرنامج، صباح الفل ومن السعوديه من الرياض، صباح الفل عليك يا فكري. في كمان وليد السنوسي شكرا يا وليد. في كمان كليوباترا صباح الفل عليك يا كليوباترا. في مروه غانم صباح الفل بتصبح علينا. في كمان محمد جابر صباح الفل على الناس الحلوه، صباح الفل. في كمان فكري توفيق صباح الفل عليك يا فكري توفيق. سحر احمد صباح الخير. في كمان محمود ومروان غطاس وبسمه عبد الله بسمة، كل دول عاملين يبعتولنا اكتر كده على نفس البوست اللي احنا اتكلمنا عنه. لكن معانا سمير من اسكندريه. سمير ازيك سمير؟ صباح الخير. اهلا صباح الفل، ازيك؟ الله يخليك الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله بخير. اتفضل يا فندم. انا عشت كل الفترات اللي انت بتتكلم عنها دي. ربنا يديك الصحه. احتفظنا بالسنه بتاعتنا كمصريين. يعني كنا رجاله بمعنى رجاله طبعا. المفروض انا بقول للشباب اللي موجود دلوقتي انت مؤثر على العالم كله. مظبوط. ما تاثرش بالمودات الجديده اللي طالعه دي. انت ما فيش فرق بينك وبين البنت حاليا يعني. فعايز اقول لك ان بلاش السلسله وبلاش البنطلون المحزق الملزق اللي انت بتلبسه. في نوع من الاحترام على الاقل يعني. صح صح. احترام الذات واحترام النفس واحترام مصر. صح صح. احنا ما تعودناش على الكلام الفاضي ده. صح مظبوط. شباب بيأثر فينا احنا شبابنا يعني يعني. بس انت لما بتلاقي ولادك مثلا بيقول لك خلاص بس انا عايز امشي مع الموضه وابقى شكلي استحاله. استحاله. ولادي متربيين وشباب كتير. لا ما لهاش علاقه بالتربيه، انا بتكلم ان هو عايز يبقى شبه الموضه. ما هو مش لازم يلبس البنطلون المحزق من تحت ده يعني، برضه بيحاول ياخد منها المناسب شويه. يا فندم ما ينفعش الشعر الملزق والمحزق ده والبنطلون اللي زي البنت بالظبط، استغفر الله العظيم يعني. ده انت في ناس بتشوفهم من ظهرهم ما تعرفش تميز ده ولد ولا بنت، بتقعد تفكر ولا حاجه ولا تخمي. حاجه دي حقيقه. يعني الشكل العام مش مقبول. طب انا هسال حضرتك على حاجه، بما ان حضرتك عشت الفتره بتاعت زمان برضو كان في الناس اللي هي كانت فجاه بتحب تلبس لبس غريب شويه، يعني كان برضو لبس في الوقت ده في الفتره دي كان اللبس بيتقال عليه ان هو لبس غريب ومش لايق ومش مناسب. صدقني بالنسبه للشباب اقصى حاجه ليه كان شارلستون. وكان في نوع من المرجله برضو، ما كانش يعني كنت بتعرف الشاب او الراجل من 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 من, من الشكل العام بتاعه. ماشي 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 رجاله. صح. جاب البنطلون من تحت رجلي واسعه. مظبوط. محمود ياسين يعني طبعا. كذا واحد يعني. طبعا طبعا. كان راجل بمعنى راجل يعني. ربنا يسترها علينا يا رب الايام اللي جايه وكل حاجه تتغير. بس رساله للشباب المصري. اتفضل. بلاش التقليد الاعمى. امشي حسب يعني التقاليد المصريه بتاعتنا احنا. مظبوط. طول عمرنا رجاله ولاد رجاله. طبعا. ما كنا ولاد نسوان ابدا. ما ينفعش. مظبوط كلامك سليم. بشكر حضرتك جدا وصباحك زي الفل وصباح الفل على كل اهل اسكندريه. صباح الفل صباح الفل. قال حاجه مهمه جدا، خد من الحاجه اللي انت عايز تقلدها، خد منها المناسب بالنسبه لك، يعني خد منها المناسب اللي هو اصلا يحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. ده على فكره بالنسبه للبنات برضو، ما البنات برضو نفس الكلام. البنات دلوقتي الموضه للاسف ساعات بتخرب الدنيا، ده حتى الحجاب بوظنا الموضه بتاعته. يعني على فكره في معلومه مش ناس كتير تعرفها، الرابطه الاسبانيش هم في اسبانيا ما عندهمش الرابطه دي. يعني بس يعني اسبانيش دي اللي جايه من اسبانيا، هي ما فيش في اسبانيا حاجه اسمها رابطه اسبانيش لان هم اصلا مش محجبات. فيعني موضوع الرابطه الاسبانيش دي مش موجوده اصلا. فاحنا برضو ساعات بنأفور كده في للاسف في الموضه وبنخربها وبنبوظها بشكل لا يليق. طيب في حد بيقول لي صباح الفل يا خالد، صباح التوفيق وصباح التوفيق صباح الفل عليك. طيب في حد كمان هنا بيقول لي خالد عايزك تحاول تكلمنا. طيب بص ابعت لنا على الرقم الاس ام اس اللي موجود قدامك على الشاشه واحنا نحاول حتى لو ما كلمناكش النهارده نكلمك في حلقات تانية ان شاء الله. نهال نبيل بتقول لي الموضه زمان على فكره كانت احلى. ماشي. في كمان مبروك فوز مصر، سيبك من كل ده محمود، مبروك فوز مصر ان شاء الله يعني عقبال اللي جاي. وعلى راي الحاج رجب هو متفائل بزياده، قال لك ناخد كاس العالم.
مين عارف ان شاء الله نتفائل يعني بلاش ان احنا نحس ان احنا مش قد ان احنا ناخد كاس العالم نتفائل. يمكن دايما كان يقول لك ايه لما تبقى داخل على تجربه يعني حتى لو انت في الكليه مثلا لو انت لسه بتدرس انت نفسك تجيب جيد ما تقولش انا عايز اجيب جيد لان انت لو قلت انا عايز اجيب جيد ممكن تجيب مقبول وممكن تطلع بمادتين لا قول انا عايز اجيب امتياز حتى لو امتياز دي هتلاقيها بعيده عنك لا قول انا عايز اجيب امتياز خلي طموحك دايما عالي وتبقى عندك رضا لان انت لو طموحك عالي وقلت هتبتدي يبقى عندك حاله احباط لان انت سقف الطموح عالي جدا وفي الاخر اللي حصل حاجه تانية فهتحبط لكن انت لو عندك رضا فهيبقى سقف الطموح عالي هيجي لك الاقل شويه هتتبسط وتقول الحمد لله وتمام وانا كده زي الفل ومرضي ومية مية واهم حاجه ان انا اكون مرضي. طيب في حد تاني بيقول لي ده حاتم بيقول لي صباح الخير يا خالد وعلى كل الموجودين كانوا في الفتره دي كان باين فيها ان مصر كانت حلوه والناس كلها كانت مبسوطه بالرغم من ان البنات كانت بتلبس لبس غريب ومع ذلك ما كانش فيه تحرش زي اللي موجود دلوقتي دي قصه تانية خالص. في كمان وليد بيقول لي صباح العسل يا عم خالد احنا متابعينك شكرا دي سمسمه شكرا يا سمسمه. في كمان ابو اسماء الانصاري صباح الفل يا خالد. في كمان موضوع النهارده البنطلون دي سحر تتكلم على موضه من في موضه كده البنطلونات المقطعه من مناطق غريبه دي كانت بنطلونات غريبه جدا وعلى فكره اتباعت عندنا هنا في مصر في بعض المحلات والحمد لله الحمد لله ما انتشرتش في مصر وعلى فكره حتى في الدول الاوروبيه اللي هي اصلا كانت المصنعه الاساسيه للبنطلون ما انتشرتش برضو لان هو بنطلون غريب قوي غريب قوي. في البنطلون التاني اللي هو انا مش عارف اوصفه ازاي على الهواء. بص هو البنطلون لونه عادي وبيجي عند مرحله معينه كده تبقى الوانه غريبه شويه يعني هبقى احكي لك عنه كمان شويه. خلينا نروح لفاصل مع الموجز ونرجع نكمل مع بعض نهار جديد معانا زميلتنا مروه ونرجع مره تانيه.